بنا الآن عبر الهاتف من القدس المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي السيد أوفير جندلمان. سيد جندلمان، أهلا بك معنا. بداية، هل من إجراءات جديدة ستتخذها إسرائيل في ظل كل هذه التطورات الميدانية التي سجلت خلال الأيام والساعات الأخيرة؟ المجلس الوزاري المسار لشؤون الأمنية والسياسية سوف يجتمع بعد قليل من أجل بحث السبل لمواصلة مواجهة الإرهاب الفلسطيني، عمليات الطعن وباقي العمليات الإرهابية بحق مواطنينا. نحن نشهد سلسلة من العمليات الإرهابية التي تأتي نتيجة لحملة تحريض ممنهجة ووحشية قامت بها السلطة الفلسطينية وحماس والحركة الإسلامية بإسرائيل. لأن الحق والواجب بحماية مواطنين من هؤلاء الإرهابيين، وهذا ما سنواصل القيام به. طيب، مؤسسة حقوقية فلسطينية اتهمت اليوم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي عبر عمليات القتل التي نفذت حق فلسطينيين، مشتبه بأنهم نفذوا عمليات طعن داخل إسرائيل. يعني المؤسسة تقول بأنها رصدت الحالات التي نفذت فيها الشرطة الإسرائيلية عملية القتل، وجميعها أظهرت أن إطلاق النار كان يتم بهدف القتل وليس شل حركة المهاجم، بأن العمليات إطلاق النار تستهدف الأجزاء العلوية من أجسام المهاجمين. ماذا تردون على ذلك؟ هذه الإدعاءات تأتي في إطار حملة تضليل فلسطينية مبرمجة. نحن نؤكد هؤلاء الإرهابيون طعنوا إسرائيليين بهدف قتلهم، ووفقا للقانون الدولي ووفقا للقانون الإسرائيلي ووفقا لقانون أي دولة يصح للشرطة بالتدخل من أجل وقف الإرهابي من مواصلة القيام بعملية طعن وبعملية إرهابية بحق مدنيين أبرياء. في بعض الأحيان نعم يتم قتل هؤلاء الإرهابيين، وفي بعض الأحيان تتم إصابتهم في نهاية المطاف. لا يمكن ممارسة سياسة ضربني وباك سبقني وشاكا. طيب سيد جندلمان، أنتم تعرفون جيدا بأن السبب يعملون من أجل قتل مواطنينا وأطفالنا ونسائنا. طيب سيد جندلمان، أنتم تعرفون جيدا عذرا على المقاطعة بأن السبب سيد جندلمان من فضلك المواطنين بما في ذلك من خلال قتل الإرهابيين الذين يسعون إلى مقتل. طيب سيد جندلمان، أنتم تعرفون جيدا بأن السبب الرئيسي وراء هذا التصعيد هو موضوع الاستيطان، والذي يعتبر يعني غير شرعي بنظر الأمم المتحدة وكل دول العالم. يعني أليس من الأسهل اليوم إيقاف هذا الاستيطان؟ ما تفضلت به غير صحيح على الإطلاق. يعني قضية المستوطنات هي ذريعة الأكاذيب التي روجت حول الأقصى. كان إسرائيل تسعى إلى تقسيمه زمنيا ومكانيا. الأكاذيب هذه هي ذريعة لشان عمليات إرهابية بحق مدنيين عزل وأبرياء، وما تفضلت به هو فعلا تبرير للإرهاب. نحن نرفض ذلك، لأن الحق والواجب بحماية مواطنين من هؤلاء الإرهابيين الذين لا يحتاجون إلى أي ذرائع من أجل قتل المواطنين. هذه هي ثمار ثقافة التحريض والإرهاب الفلسطينية التي شهدناها منذ عقود. طيب سؤال أخير، ربما يعني هل تخشون تصعيدا أكبر للأوضاع خلال الساعات والأيام المقبلة سيد جندلمان؟ هذا طبعا قد يكون. توجد أعتقد يوجد إصرار فلسطيني لمواصلة هذه العمليات الإرهابية، وأعتقد أن يجب على الطرف الفلسطيني أن يدري بأن يوجد سهم باهت للاعتداء على مواطنينا. نحن سنعزز قوام قوات الأمن العامل في أورشليم القدس، سنعزز الإجراءات الصارمة بحق وضد الإرهاب الفلسطيني، وسنحمي مواطنينا في كل مكان وزمان. نعم. هذا هو حقنا، هذا هو واجبنا. شكرا لك سيد أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، كنت معنا عبر الهاتف من القدس. وللمزيد دائما حول هذا الموضوع